السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شفنا واحد مقابلة من أسوأ المقابلات ديال فريق الرجاء البيضاوي وخصوصا الشوط الثاني، مقابلة اللي كانت كارثية بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي واللي ضيع التأهيل من بين يديه. كان شوط أول رائع وأكثر من رائع لفريق الرجاء البيضاوي، وبداية الشوط الثاني كانت رائعة كذلك لفريق الرجاء البيضاوي، ولكن بعد التغيير اللي قام به المدرب اللي كيتحمل كامل المسؤولية اليوم في الإقصاء ديال فريق الرجاء البيضاوي، تغييرات كارثية جعلت أن جميع الخطوط تكون متباعدة اليوم بين الدفاع والوسط وكذلك الهجوم. اليوم اللي خسر فريق الرجاء البيضاوي هو جمال السلامي بتغييراته التي جعلت فريق الرجاء البيضاوي اليوم وخصوصا في الدقائق الأخيرة فريق ضعيف منهار كليا. إذا مقابلة اللي كنا كنتظروا منها أن فريق الرجاء البيضاوي يعود ويعود بقوة كتنساهي بهزيمة قاسية على فريق الرجاء البيضاوي، هزيمة لما كتعكش أطوار المقابلة من بداية ديال النهاية. كما قلت أن كان شوط أول رائع وبداية شوط ثاني رائع، ولكن الجلامي اليوم أفسد الفرحة على المغاربة بهالطريقة. التيم المغربي ما كان كيتمنى، وجل المغاربة كانوا عندهم واحد الأمل أن فريق الرجاء البيضاوي يعود في نتيجة المقابلة وينتصر بالقاهرة، ولكن كما قلت أخطاء كارثية لجمال السلامي جعلته يفقد هذه المباراة وجعلت أن فريق الرجاء البيضاوي خصوصا في نصف الساعة الأخيرة تائه في الميدان يحتج على الحكم، وهذا اللي جعل أن اليوم فريق الرجاء ينهزم بهذه النتيجة. هذه النتيجة اللي في الحقيقة قاسية وقاسية جدا على فريق الرجاء البيضاوي، ويتحمل المسؤولية فيها كاملة الإطار التقني جمال السلامي. كما قلت أن فريق الرجاء البيضاوي كان في الشوط الأول في شوط رائع، وقدر أنه يخلي فريق الزمالك يعود إلى الخلف وما كيتجاوزش وسط الميدان، ولكن بعد تسجيل فريق الرجاء البيضاوي للهدف الأول فريق الزمالك رجع للمقابلة، ولكن اللي رجعوا بقوة هو جمال السلامي بتغييراته الخاطئة وتغييراته الفاشلة التي جعلت الفريق الرجاء البيضاوي ينهزم بالقاهرة، وجعلت النهاية كتبعد وكيرجع فريق الرجاء البيضاوي خاوي الوفاد من القاهرة بعد ما كانت أن أمال كبيرة أننا نشوف فريق الرجاء البيضاوي، وكانت في الحقيقة الإمكانيات باش أن فريق الرجاء البيضاوي يكون في النهاية، ولكن جمال السلامي اليوم يتحمل كامل المسؤولية في إقصاء فريق الرجاء البيضاوي. وشكرا لكم. واللاعب بن شرقي كان غائبا في المقابلة، ولكن عاد هذا هو اللاعب الكبير كيغيب، ولكن ملي كيحضر كيسجل، وسجل هدف حاسم لإقصاء فريق الرجاء البيضاوي اليوم من نصف النهائي.